الآن ستكشف باثة مميزة أسرار بعض الحوادث المهمة في معارك المحيط الهادئ، مزودة بأحدث التقنيات. انطلقت سفينة بيترول الاستكشافية في رحلة للبحث عن السفن الضائعة. وهذا المشروع هو جزء من مشروع موله بول جي ألين الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت قبل وفاته، والذي أطلقه لتخليد ذكرى والده الذي شارك في الحرب العالمية الثانية. يهدف المستكشف البحري روب كرافت وفريقه المختص في البحث عن الحطام المفقود للعثور على السفن التي حملت جنود الحرب في آخر لحظات حياتهم. انظر، أليس هذا حطام سفينة؟ نجري هذا البحث لنؤكد على شجاعة الجنود الذين خدموا على متن هذه السفن وقاتلوا دفاعاً عن بلادهم. نحن الآن على بعد 800 كيلومتر شرق أستراليا في بحر الكورال، نبحث عن إحدى أشهر السفن الحربية الأمريكية. عندما بدأت الحرب في المحيط الهادئ، كانت سفينة يو اس اس لكسينغتون أضخم حاملة طائرات في العالم. بلغ طولها 274 متراً وقادرة على حمل 60 طائرة. لقد كانت أسطورية. كانت هذه السفينة قوية حقاً. كانت الليدي ليكس كما كانوا يسمونها أحد أهم أهداف هجوم بيرل هاربر، وأصبحت رمزاً للأمل لدى الأمريكيين حين تمكنت من النجاة بأعجوبة.